خبر ان شاء الله عندما يعني حددنا الوقت فسيكون عندكم خبر. Bu önümüzdeki yılbaşı. Bismillah. سيكون هناك معرض للم ان شاء الله لجميع المنظمات اللبنانيه باذن الله. هذه الاتحاد أسست بهذه السبب فقط، الاتحاد بين المسلمين. اليوم 63 دولة من العالم الإسلامي وزيادة 300 منظمة الكبيرة واسعة في بلادهم. نحن نريد أن ننسق أعمالنا بين المنظمات إن شاء الله في سنة مقبل أوائله. نحن نريد أن نجعل معرض بين المنظمات، نحن نريد أن نتعارف بيننا إن شاء الله، ودعونا كل منظمات اللبنانيين تركيا لهذه المعرض. أمامنا مشكلة كبيرة في الأسرة في العالم الإسلامي. الأسرة في كل الدول الإسلامية تحت تهلكة من دول الأوروبيين. ليش؟ هم يريدون أن يحملوا موديل لأسرتهم إلى بلاد الإسلامية. هذه الموديل ليس جيدة، ليس مفيدة، ليس نتيجة كاملة في هذه الموديل، ولكن في أسرتنا أسر الإسلامية كان مفيدة جدا. نحن نريد أن نهتم أسرتنا في العالم الإسلامي. بدأ التعاون بشكل قوي من عدوان 2006، يعني كانت تركيا هي من المؤسسات أو المنظمات التركية كانت هي من السباقة إلى الإغاثة وإلى مساعدة النازحين من حرب عدوان 2006 مع إسرائيل. ومع بداية الأزمة السورية كانت المؤسسات التركية وخصوصا إيها دينيس فنيري، المؤسسات حجر الصدقة، هذه المؤسسات كانت السباقة في العمل الإغاثي وتقديم الإيواء وتقديم السكن وتقديم المساعدات الغذائية والإعاشية للاجئين السوريين.